دخل نادي إفسي أنواريب مباراته الافتتاحية ضمن الدوري التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم على الملعب الأولمبي ضد منافسه أوهايو أتلانتيك الغيني، وهو يفتقد لثنائي من أهم لاعبيه. الكلام هنا عن نجمي المنتخب الوطني تقي الله للدن ومامادو وات كتيبة دلافين، لم تحترم أصول الضيافة بافتتاحها للتسجيل عن طريق نجم المنتخب الوطني المامي تراوري، وذلك في الدقيقة 13 بعد كرة لم يحسن حارس أوهايو الخادم داي التعامل معها. النادي البرتغالي كثف من هجماته على الدفاع الغيني، هذا الأخير ظهر بشكل ضعيف، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة ورعونة المهاجمين وخاصة المامي تراوري حالت دون تعزيز أفسي أنواريبو للنتيجة. ولأن القاعدة تقول بأن من لا يسجل يسجل عليه، فقد تمكن أوهايو من تعديل النتيجة عن طريق مهاجمه درامان كيتيما، وذلك في دقيقة 40 بعد خطأ فادح من الحارس سعد بوه. وفي النصف الثاني من المباراة دخلت كتيبة الكاميروني موزا كندوما بهدف البحث عن 3 نقاط تسهل من مأمورية الإياب، فجرب زملاء يعقوب فال التسديد من خارج المنطقة، إلا أن المامي واصل رعونته أمام المرمى لتنتهي المباراة بتعادل إيجابي، يبقي على أمال ممثل الكرة الوطنية بالصعود إلى الدور الثاني من دوري الأبطال بانتظار ما ستسفر عنه مباراة الإياب بالعاصمة الغينية كوناكيري. عدد من عناصر الفريق البرتغالي أكدوا أن الفريق كان بمقدوره الخروج بنتيجة أكثر إيجابية من التي خرج بها، عاقدين الأمل على مباراة الإياب. لبي ما هي سيربريز بلي كنت داير في راسي عني فوق ماركي بون الحمد لله ماركيت بون مالوريزمون ما قدرنا نكونسيرفو لو بي كنا اوبجيكتيفنا عندنا ما نكيسو انكيسينا هي المشكله ما ما بعد خسر شي عاد عندنا لامبارتو صرح لنا انكيسوم نشلو دو لامبارتو ولا فيكتوار في الماتش اسيتو وان شاء الله ما نقول مولي وعندنا مولي بوكو دابسون يكل اثبت لنا لو ماتش عندنا اسم لي زابسون وان شاء الله نحاولوا نريكيبيرو مصابو لو روتور ان شاء الله ونشوف ان شاء الله نفوزو. بدايه المباراه جبرنا شوي صعوبة بداية المباراة لكنس بريمير مينيت الحمد لله بعد شوي بيوم تلك بدايتهم أول مرة يلعبوا هذه البطولة وكانوا مرتبكين شوي والحمد لله بعد 25 دقيقة بدأوا الصاي يلعبوا والحمد لله ماركينا بي مالي رزما جبرنا بيت أنكسينا بي كفران نحن جايين نمثلوا فيه مرتان بصفة عامة وإن شاء الله كما شفتوا اللاعبين عطاو اللي قدوا يعطوا عندنا لاعبين شباب اول مره يخوضوا هذا النوع من اسمه المنافسات غير بعد ان شاء الله راجي ان شاء الله لان اسمه نفرحوا الشعب الموريتاني كيف ما انا دائما نفرحوا عندنا ان شاء الله وان شاء الله يوفقنا مولانا. أما لاعب وسط نادي أوروي الغيني فقد أعرب عن ارتياح عناصر الفريق لهذه النتيجة مؤكدا أنها تعد بمثابة الانتصار لناديه حيث ستكون المباراة القادمة يضيف على ملعب كوناكري وأمام جماهير النادي مما يعني أنها ستكون في متناولنا إذا أصبح يكفينا الخروج بنتيجة تعادل سلبي من أجل التأهل إلى دور الموالي للبطولة الإفريقية الهامة. وهنا أذكر أننا عانينا اليوم من قيابات مؤثرة خاصة في وسط الملعب وفي الخطوط الخلفية وسيكون بمقدور عدد من اللاعبين المصابين المشاركة في المباراة القادمة مما يجعلنا جد مرتاحين لنتيجة مباراة اليوم. نحترم نادي أفسي أنواريبو ونعتبر أنه كان خصما من العيار الثقيل. المباراة التي جمعت بطل الدور الوطني لكرة القدم المتوج بكأس السوبر موريتانيا نادي أفسي أنواريبو بنظيره بطل غينيا كوناكري نادي أوروي أتلانتيك على نجلة الملعب الأولمبي مساء اليوم برسم ذهاب الدور التمهيدي لبطولة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم للأندية البطلة، تميزت بحضور جماهيري معتبر من طرف جماهير الفريقين خاصة النادي الشمالي نادي أفسي أنواريبو الذي يهوج العديد من جماهيره من معقله بالعاصمة الاقتصادية أنواريبو إلى العاصمة نواكشوط، إضافة إلى جماهير الكرة الوطنية من باقي أندية العاصمة التي توافدت بكثرة إلى مدرجات الملعب الأولمبي لمساندة الفريق الممثل لموريتانيا في منافسات هذه البطولة الإفريقية الهامة، كما تواجدت بذات الملعب أعداد معتبرة من الجالية القينية المقيمة في بلادنا والتي ساندت ممثل بلادها في هذه البطولة الإفريقية. مشاهدينا الكرام، نختتم نشرتنا الرياضية هذه بلقطات مميزة من العروض الرياضية والفنية التي نظمتها الليلة البارحة بالملعب الأولمبي السفارة الصينية بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة.
失恋，无愧为。 ختام نشرتنا الرياضية هذه بهذه العروض المميزة.